طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحياتي للجميع. النهارده ان شاء الله تكون حلقه خاصه، لان كان المفروض النهارده يكون معانا الشيخ ابو اسلام، بس للاسف على سفر يعني. فكانت الحلقه الاساسيه هي او الوجه الاساسي اللي هنعمله النهارده هو عرض الحلقه بتاعته الخاصه بالموسم الجديد، لماذا والى متى، وده اللي فعلا لكن هو كان يعني متواجد بشخصه، لكن للاسف هو على سفر يعني. تحياتي للحاج فاطمه، تحياتي للاستاذ مازن، تحياتي لكل الاساتذه على الشات، الاستاذ العراقي النحوي، استاذ ساره العيني، عم هشام النجار، استاذ نور السيد منوره، ربنا يديك الصحه يا رب، وكل الاساتذه اللي هيجوا ان شاء الله، استاذ اسلام بن الله، وكل الاساتذه برجع التركيز مع التعليقات من المشرفين، وربنا يبارك لكم ويحفظكم. اتفضل يا حاج محمد. طيب تحياتي لجميع الاخوه والاخوات، منوره يا استاذه نهى، منورين كل. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان انا ما عنديش تعليقات، ما بشوفهاش يعني. تحياتي ليك يا استاذ رامي، تحياتي ليك يا استاذ مازن. وهتستغربوا ليه انا بقول لكم استاذ واستاذ. النهارده انا واخده شكل جاد جدا، وشكل فيه يعني انا مستفزه، فطالما انا مستفزه هتلاقوني بتكلم بشكل رسمي. اتفضل يا استاذ مازن. طيب، يزيد فضلك حاجه فاطمه. طبعا تحياتي مره ثانيه لاختنا استاذه نهى السيد، اسلمت لله، اخونا الاستاذ هشام النجار العراقي النحوي، وساره، وجميع اللي حيلتحقوا معنا سابقا. احنا فقط بننوه انه شيخنا الشيخ ابو اسلام كان المفروض يكون اليوم، لكن عنده سفر، حيرجع بكره بالسلامه ان شاء الله. وحلقه يوم الاثنين عن بلد بيت المقدس حينورنا وحيكون معنا. تفضل استاذ رامي الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خير الولاد اجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه وان تبع هداه إلى يوم الدين. هذا لقاء خاص جدا، ويعني أشعر بالأسف والحزن والألم والوجع. عنوان هذا اللقاء: الموسم الجديد، لماذا وإلى متى؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات عاجلة. أسألكم أحباب الكرام الأعزاء، في ضوء ما يدور من مهازل وأعتذر جدا لا أدبية ولا أخلاقية وتجاوزات شرعية بين قليل 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 ممن يحملون لقب مسلم جديد أو مسلمة جديدة، وما يصيب دعوتنا إلى الله بالطعن الشديد باسم الدين، وصراعات تجاوزت كل الحدود بل وكل الخطوط بألوان الطيف السبعة، وبطولات وعنتريات في غير محلها. في ضوء هذا الواقع المرير والعجز المهين عن وقفه أو ردعه، إذ لا صغير يحترم كبير ولا كبير له سلطان ولو أدبي على أحد من هؤلاء المعتدين على ديننا باسم الدين، المسيئين إلى عقيدتنا باسم العقيدة، والمشوهين لدعوتنا باسم الدعوة. في ضوء ذلك كله، وهو تعبير متواضع عما يصيب القلب والعقل من فجيعة وألم ووجع، أتساءل وبإلحاح سعيا لبلوغ إجابة منكم، إجابة واضحة تشفي ما أصاب القلب والعقل والفؤاد. أسأل: هل أصبح من الثوابت الدعوية إعلان أسماء وصور من يسلم وجهه لله؟ هل أصبح من الثوابت الدعوية أن كل من يسلم تجمع له الأموال والتبرعات؟ هل أصبح من الثوابت الدعوية أن كل من يسلم له حق استباحة الأعراض وتجاوز حدود الله باعتباره مسلم جديد؟ هل أصبح من الثوابت الدعوية أن كل من يسلم تكون له عصابة تؤيده وأخرى تناهضه؟ وأسأل سؤالي الأخير: ما المدة الزمنية التي يظل فيها المسلم الجديد جديدا ثم بعدها يصبح مسلما كسائر المسلمين؟ سؤالي مرة أخرى: ما المدة الزمنية التي يظل فيها المسلم الجديد جديدا ثم بعدها يصبح مسلما كسائر المسلمين؟ له ما لنا وعليه ما علينا. بانتظار إجابتكم، ارحمني وارحمكم الله، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته أحباب الكرام الموجوع بقومه أبو إسلام أحمد عبد الله مقيم بين الأحياء الموتى. أستودعكم الله. طيب معلش يا جماعة حترك المايك للحجة كمان شوي، بس ملاحظة يعني مهمة جدا، يعني بالنسبة لأخونا الشيخ أبو إسلام مش موجود، أي كلام حيكون في القناة حيكون هذا الكلام على مسؤولية أصحاب القناة، يعني بما أنه شيخنا أبو إسلام مش موجود فهي آراء إلنا مش آراءه، ممكن موافق ممكن غير موافق، بس حبيت أنوه. بدي أتكلم سريعا عن ثلاث نقاط وبعدين كل الفرصة للحقة فاطمة. يعني رقم واحد، أنا أتذكر اسمي وأسيء إلي من اثنين من أصحاب القنوات، لكن بالنسبة لشخصي الموضوع غير مهم عندي بالمرة، لأنه هاي القنوات ما نوجدت للانتصار للنفس وللأمور الشخصية، وبرضو أنا لأنه مستواي الأخلاقي ولا ممكن أنزل لهذا المستوى الأخلاقي السيء المتدني. هاي واحد. رقم اثنين، أختنا نهى، أختنا الأستاذة نهى السيد، تحياتنا إليك. أنا ما يعني أنت شرفتينا في اللقاء هذا، لكن أنا حكون صريح وأتكلم، وتحمليني إذا كلامي مش موافق لكلامك، يمكن كلام الحقة برضو غير عني. أول شيء، أنا ممكن أعذر وأتعاطف جدا مع الأخت نهى، هي بتقول إنه أسيء إلها وصار في طعن وأمور كبيرة وما حدا رد. طيب أنا جدا متعاطف معها صراحة، وخاصة لأنها سيدة، هاي واحد. لكن أنا اللوم إنه كان ممكن ترد ومن حقها ترد في قناتها، لكن بدون إنه تنزل لمستواها للمستوى المتدني والسيء بتاع الطرف الثاني. احنا بنعرف الأستاذة نهى، أو أنا متابع قديم إلها وبعرف، إنسانة راقية جدا، قمة في الأخلاق، من أنجح قنوات الدعوية اللي موجهة للنصارى. فهذا الرقي كان يمكن أخطأت، ولو أنا مكانها كلنا بنخطأ يا جماعة، كان المفروض ما نزلت لمستواهم، كان ممكن ردت بأسلوب جيد وعادي. وتعاطفي معاها وعذري إلها مش مبرر إنه أقول إنه صح إنه اللي عملته صح، أنا رأيي غلط، لكن كلنا بنغلط. ممكن أختنا نهى تحت ممكن سامعتني، ممكن تقول ما هو اللي بينضرب مش زي اللي بيتفرج، كلامها صحيح. وأقول شيء، أنا شخصيا بلحظة غضب ممكن أعمل شيء أسوأ وأعمل أكثر من اللي عملته لأخت نهى، لأنه الظلم صعب جدا. احنا قرآننا ايش بقول؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رقم ثلاثة، اخر نقطة عشان اسلم المايك، يا جماعة عمالنا منشوف ظواهر لأول مرة منشوفها بحياتنا، استسهال الطعن بالنساء، يعني قسما بالله العظيم، وان شاء الله مش حانف بيميني، انه يا كفار قريش، أعداء رب العالمين سبحانه وتعالى، أعداء رسولنا صلى الله عليه وسلم والمسلمين، إنه عندهم مروءة وشرف وبيفهموا معنى الشرف ومعنى الطعم بالنساء وهاي الأمور أكثر من كثير من بعض اللي في مجال الدعوة الموجهة للنصارى. أنا ما بعمم، الغالبية العظمى على خير، لكن في فئات جدا سيئة. حيجي واحد، وعشان أقرب المثال يا جماعة، شخص رجل بيضرب ست في الشارع، أنا موجود كمسلم، إيش واجب الواجب علي؟ الواجب علي أدافع عن أختي، عن شرفها، عن عرضها، عن سمعتها، ومهما كانت التضحيات سجن قتل، هذا هو الواجب الشرعي الديني. بعده بيجي المروءة والأخلاق والرجولة. حيجي واحد يتنطع ويقول يا عم انت يعني انت فاهم، يمكن انه افهم الموضوع كويس، يمكن انه المرأة سرقت الرجل، او ممكن انه هي اساءت اول في هاي الامور. لما الموضوع يوصل للسمعة وللشرف، عندي، وهذا رأي الدين الرأي الشرعي، عندي رقم واحد بيجي الشرف
وكرامة المرأة وشرفها وعدم الطعن فيها رقم واحد. ما في أمور تانية. الأمور التانية اللي أنا مش فاهمها ومش عاوز أفهمها ما بتيجي رقم اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة مقارنة بأول شيء أنك أنت تسيء لسمعة وتتلفظ بألفاظ سيئة وتلميحات وطعن، هاي رقم واحد. رقم عشرة كل ما عدا ذلك رقم عشرة. طيب أخيرا يعني إحنا أنا بشوف البعض وأنا ما بحدد والموضوع مش شخصي، لكن الشيء الموضوع محزن ومن تجربة سابقة قديما يعني إنه البعض بيستسهل يا جماعة. أنا شفت أحدهم بتنطط يعني بيطعن بأعراض النساء وكأنه بيطعن بيتكلم عن قطط مش أعراض نساء، يعني استسهال مش طبيعي. وبيكفر أخوه المسلم، بيشكك إنه تحول للإسلام، وبيطعن في الزوجات وبيطعن. هذا الكلام لازم يتوقف، لازم هذا الإنسان يتقي الله في نفسه أولا يعني، لأنه بصراحة هاي الأشكال بتشوه الإسلام وبيخلي اللي يسلم يرتد. مش هكمل المايك معك حقة فاطمة، على طول المايك حيكون مع الحقة فاطمة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد كلمة الشيخ أبو إسلام هي كلمة رائعة وتناسب اللي أنا هقوله، بس قبل ما استرسل في الأحداث الفتنة هقول حاجة. رسالة لرحومة، ورسالة لإساف، ورسالة لمين التلات بتاعهم؟ رحومة وإساف. الفكر الحر. أيوة، والفكر الحر ملكوش دعوة بينا، واللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، وإحنا نعرف قوي نحل مشاكلنا، وإحنا عندنا التسامح اللي مش عندكم، وعندنا حفظ الأعراض اللي مش عندكم. لما تقعدوا تتشفوا وتقلوا أدبكم فإحنا قادرين على إن الرد بالأدب. لموا نفسكم أنتوا، أنتوا بعتوا دينكم قبل من أي حد لما أنتوا قاعدين تلسنوا. أما إحنا بتوعنا بقى اللي بيتاجروا بالدين هنعرف إزاي نلمهم ونعرف نربيهم ونعرف نقول لهم اللي أنتوا عملتوه غلط. فأدي الرسالة للأستاذ إساف ورحومة والفكر الحر. اشماتوا براحتكم، أنتوا أساساً عابرين، يعني كنتوا في الإسلام وخرجتوا منه وبعتوا دينكم وبعتوا عشان قرشين، فمحدش بقى يقعد يلسن. أما بقى بتوعنا احنا فهنبدأ نشوف الرسالة بتاعتنا ليه اللي بيسموا نفسهم المسلمين الجدد. أنا معترضة على هذا الاسم، مش عارفة جبتوه منين. يعني أنا نفسي أفهم يعني إيه مسلم جديد يكون بقاله 25 سنة و30 سنة وهو مسلم جديد، عشان إيه يعني؟ عارفين ليه بيتقال المسلم الجدد؟ والله يخرب بيته اللي طلع الاسم ده عشان يلم من وراه فلوس. ما هي بعد المسلم الجديد مش لاقي ياكل، مش لاقي مسكن، مش لاقي. إحنا ما نقبلش على أخو المفترض إن اللي داخل الإسلام وترك المسيحية بما بإيمانه لا يقبل على نفسه الكلام ده. هم بيسيئوا ليه قبل ما بيسيئوا للإسلام. يعني إحنا زمان نعلمهم بقى، وقد يكونوا مش عارفين لأن وقعين في إيد شيوخ نصابين، شيوخ كل يهمها السبوبة. تعالوا نشوف المسلمين اللي في عهد رسول الله عملوا إيه. لما اضطهدوا من المكان اللي كانوا فيه في مكة هاجروا إلى المدينة، سابوا كل أموالهم وحالهم وراحوا للمدينة، وهم عندهم الإسلام عزة في حد ذاته، الإسلام كنز. فياللي بتقعدوا تشحطوا على المسلمين، مش عايزة أقول المسلمين الجدد لأن كلمة بكرهها، على المسلمين اللي سابوا دينهم ودخلوا الإسلام بحب، ما تشوهوش الحب ده، ما تضيعوش حسناته. ده كل ما ادعك في الفقر كل ما ثوابه عليا عنك يا مسلم يا قديم يا اللي بتتاجر في الدين وما شبعتش لغايه دلوقتي ولسه عامل لهم السنه السيئه اللي هتبقى في ميزانك ان شاء الله
وبإذن الله هتشيله على كتفك وهتشيله على ظهرك أوزار. فدي أول حاجة اللي بيسموا نفسهم المسلمين الجدد، الكلمة دي مش عايزة أسمعها تاني. ولما يجي طبعا يعني البهوات اللي عملوا بس، والبس ده كان بيصب في اتنين حريم، وانتوا عارفيني كويس قوي سرت الحريم لما بتيجي ظلمة او مظلومة، يعني بمسك اللي بيجيب سرتها مش هسيبه الا لما يقول جري خلاص. قبل كده احنا عارفين انا نصرت مين من النساء، انا جاية هنا لنصرة النساء سواء غلطوا او ما غلطوش، انا جاية لنصرتهم. لكن شلة الرجالة اللي بنظري ما استهلوش بصلة كلهم على بعضهم، بما فيهم اللي عامل لي فيها شيخ وهو قرطاس لب أصلا، ما يقول لك أنا ما كنتش عارف، لما عاملها لما أنت عامل كبرهم وعرفت يا موكوس ليه ما قلت لهمش اقفلوا البس؟ لعشان أنت موكوس وطول عمرك موكوس وطول عمرك بتعمل كده عشان خاطر السبوبة، ولا يهمك حتى لو حد شتمك وبهدلك وعمل اللي عمله فيك، ولا بيهمك، المهم بتجمع فلوس. ليه بقى شوية العيال اللي طلعوا في القناة ومعاهم شيخهم، لما الشيخ أبو إسلام قال كلمة الحق، حتى تعيل ما يستاهلش بصلة، بصلة مرممة، يطلع يقول أنا هحاسب عليه ومش هسامحه أبدا؟ يا أخي تنيل على عينك، اتوكس اتوكس، عشان ده اللي بيعلمك الإسلام. أما العرة التاني ده كل اللي يهمه السبوبة ويقول إيه، كل واحد بقى يا جماعة يرجع لإيه لقناته ورزقته. يا أخي إلهي تنوكس، رزقته خلتوها رزقة، العيب مش على دول، العيب على المتابعين، والعيب على اللي بيدعموهم بفلوس، دول شلة نصابين. احنا اللي كفنا سنة من سنة، يعني كان المفروض نستمر في الحملة دي على طول حتى ما تقوم لهمش قومة. شوية العيال العرة دول اتكسبوا من ورا الكلام ده كتير، وتعرض على محمد مجيد وهو في اسكندرية عندهم، تعال ادخل معانا ونتقاسم بالنص، هو ده الدين؟ لو يقول لك ايه بقى، شوف الكلام وقلة الحياة، يقول لك الأعراض مش مهم، يعني مش مهم يا دكتورة، مش مهم، المهم الدعوة. لا، تعلم من إسلامك يا أخويا إن اللي يشيل الدعوة ده لازم يكون صبر، لازم يكون نظيف. اتعلم من إسلامك ومن قرآنك يا أخويا، لما السيدة عائشة رضي الله عنها صبت في عرضها، ربنا برأها من فوق سبع سماوات وما قالش الدعوة هي زوجة الرسول صاحب الدعوة. بدل ما تدافع على عرض هذه المرأة، لا جاي تتفلسف. كلنا عارفين انها سبوبة، كلنا عارفين ان انتوا اللي يهمكوا السبوبة. اما عشان اقول لكم بقى بصراحة، احسن اتنين شغالين فيكم كلكم هي الدكتورة مريم والست السيدة نهى السيد، وعشان كده وقعتوهم في بعض. وعايزة اقول لك حاجة يا دكتورة، انت بتتهمي نهى السيد ان هي اللي راحت شارت عنك في الكنيسة، هي في فتنة وقعوكوا فيها، عشان الاحسن قناتين عايزينهم يقعوا، عشان كلاب السوق ينهشوا من وراكم. اللي احنا سمعناه من ألسنتهم هما، او اللي انا شفته وتابعته عن كسب في كل القنوات، لان انا لما ادخل في حاجة لازم اقول كلمة ترضي الله. انا بجمع سبوبات وانا في غنى، والكل عارف الكلام ده، انا هنا لكلمة الحق ونصرة الست اللي انتوا بتجوا عليها. يا دكتورة، السيدة نهى السيد اتبهدلت من التلات قنوات اللي انا قلت عليها، اتبهدلت من قناة الفكر الحر، ومن عند إساف، ومن عند الراجل اللي اسمه رحومة، اتبهدلت اكتر واحدة اتبهدلت فيكم. وانا بقولك يا سيدة نهى، انت وقعت في فتنة،
عشان تبقي عارفة يا دكتورة القصة اللي بتقولي ان نوع السيد طلعتها للنصارى للقنوات دي، عايز اقولك ان القصة دي كانت من قبل ما نعرف نوع السيد من 3-4 سنين موجودة، وكانوا بيتأمروا عليك يا دكتورة، واللي وقف لهم وكذا قناة كانت عايزة تهدك يا دكتورة، منهم اللي معاك يا دكتورة، منهم الشلة اللي معاكي كلهم اللي كانوا طالعين معاكي كانوا عايزين يهدوكي وكانوا عايزين يطلعوا سمعتك في الطين، واحنا اللي احنا اللي رفضنا، وانا معايا شهود على الكلام اللي انا بقوله ده، والكلام ده من اربع سنين يا دكتورة اللي انت بتقولي نهى قالت. لا ده الكلام ده من قبل ما نهى اصلا تعرفه، انا جاي اقول كلمة الحق لان هقابل ربنا قريب ان شاء الله. فعايزه اقول لك ان انت اللي في وسطهم المجموعه دي هم كانوا مطلعين الكلام ده من 4 سنين، وقد تكون هي احنا سمعنا وكانوا عايزيننا احنا نحاربك، وانا وشخصيه او اتنين لو حبوا بعد كده تعرفوا اسمائهم واستاذنهم يطلعوا يقولوا لكم الكلام ده. وقفنا وقلنا لا بنتنا وما نشمتش الكنيسه فيها، واحنا نستبعد الكلام ده، ودي فتنة عليها ودي اشاعات عليها، ورفضنا تماما، والكلام ده من 3 سنين. فيا دكتورة مش نهى السيد عدوتك، نهى السيد اتضحك عليها، نهى السيد اتلقم لها دي، بس عيبك يا نهى ان انت ما مشيتيش زينا وقلتي لا ده غلطتك. طيب الحاجة التانية بقى، الواد لهبل اللي عمال يتهم وعمل فتنه في وسطيكم، لهبل ده يا ابن، احنا سمعنا صوتك وانت بتشتم في المحامي، احنا سمعناك وانت ناقص على بتقرر، ده انت بتلقم البت تقول ايه في المكالمه، انت يا دهبل يلا، ولا فاكر اللي هسمعوك هبل زيك؟ ده انت مفضوح. الغريب بقى مش فيك انت يا مفضوح، الغريب في اللي متلقي منك اللي كلهم كأن الواد بيقول ايه ده، الواد بيقول حقايق ومتسرب له ويقول انا اسف انا غلطت. طيب ما انت اللي عامل الفتنه منيل على عينك، وقاعدين بقى واللي لابس لي كرافته وبيتقمع لي ويحلف ويكذب، واحد كذاب واحنا كلنا عارفين انه كذاب، كذب وقال انا غلطت وانا غلطت، امال احنا كنا بنحارب عشان مين لما انت غلطت؟ انت كذاب، والكذاب ما تسقط اي كلمه يقولها، انت لا تنفع للدعوه اصلا ادام انت كذاب. والتاني النصاب اللي بيلعب بالبيضه والحجر وهو اللي مطلع ومسرب بصوته، ده بيلعب بالبيضه والحجر، ده من امتى يا جربان؟ ده انت كنت جربان، السبوبات بقى حليت. تعرفين انتوا متغاظين من نوع السيد ليه؟ عشان نوها السيد طلعت اللي بينت ان انتوا عصابه، يعني كلكم تلمتوا عليها بقى، ولازم ما تقوملهاش قومه، لا هتقوم لها وانتوا اللي هتتقطم رقبتكم، وانتوا اللي هتتفضحوا، انا عندي سكرينات تفضحكوا كلكم، وما تطلعوليش فلان انه ملاك، يعني ايه انتوا دعوة ايه اله تجيكوا دعوة؟ ده انتوا بوظتوا الدعوة، يعني ايه حضرتك تروحوا تجيبوا واحدة عايزة تتطلع عشان تتجوز واحد تاني، ولا هي مش عايزة تتجوز اصلا واحد تاني، دي واحدة اهي، ولا تسيب ولادها وجوزها عشان تحبلي في واحد تاني ويطلع خمرج وحشاش؟ يا بتوع الدعوة يا موكوسين، اله تنوكسوا اكتر واكتر، دي اولا. ثانيا البنت اللي عايزه تخش الاسلام عشان عايزه تتطلق من جوزها، دي دعوتكو؟ ده انتوا وكستونا يا عرر، والعيب على اللي بيديكوا فلوس، العيب على انه فاكر ان هو بيحمي الدين وهو اصلا سبب في فساد الدين. لما المسيحي اللي يدخل الاسلام يدخلوا بعز الإسلام ويرفض ملي مساعدة، وإيه بقى كدابين وموقعتية وفتنين ويجيبوا في أعراض النساء؟ أنا أفهم بقى
تجيبه ازاي في اعراض النساء؟ دي قذارة وقلة حياة وسفالة. استغرب قوي من شيخ قليل الادب وسافل لما يستحل عرض النساء. يا اخي ده الست لما كان واحد يشوف ست وشتم الست تشتمه في الشارع يقول له انت هترد على واحده ست؟ لا بقت موضه في الدعوه اسم الله على الاسلام الجديد اللي انتوا بتعلموه لنا. انتوا هديتوا الاسلام وهديتوا المبادئ وهديتوا الاخلاق وما عندكوش لا ادب ولا تربيه. اسلامنا علمنا نحترم المراه، فانت لو كنت عايز تبقى مسلم ما كانش ينفع تقول الاباحه وقله الادب. ده انا سامعه لك فويس يلا وانت بتشتم السيده نهى شتايم قذره يا رمه يا زباله. اتعلم النخوه يا عره انت وهو وهو وهو، اتعلموا تبقوا رجاله شويه. واي شيخ عامل نفسه شيخ واستغل قناته لمهاجمه النساء فده مش شيخ، مش شيخ ولا حتى راجل ولا ربع راجل، وده أشباه المخنثين عشان مش هقول ستات. الستات برقبتكم يا دكتورة نهى، يا أستاذة نهى، أنت والدكتورة مريم غبور أنتوا أحسن ناس شغالين في الدعوة. استمر. حد بيقاطع ولا إيه؟ لا الصوت، الصوت قطع يا أمي، الصوت قطع دلوقتي. طيب بقول انتوا احسن ناس شغالين في الدعوة، انت والاستاذة نهى، استمروا واحنا وراكم. مفيش ستة هتداس على كرامتها. قد تكوني اخطأت في حق اختك مريم، وقد تكون مريم ما اخطأتش في حقك، بس سمحت لناس يخطأوا في حقك وفي وجودها. فانا لا عايزاكي تعتذري لها ولا حاجة، انتوا تستغفروا انتوا الاتنين ربنا وتقولوا احنا اخطأنا، ان احنا اخطأنا في الدعوة وما كانش يجب علينا نعمل كده. قبل الاعتذار اعتذروا لله. ايه يعني تعتذر لها؟ لا اعتذروا للإسلام واعتذروا لله. كل واحدة مش مطلوب من كتب اصحاب ولا عايزين كتب اصحاب، كل واحدة تشتغل في الدعوة بتاعتها بما يرضي الله، ده المطلوب منكم. اما شلة العرر اللي عايزين يعيشوا سبوبة هم دول اللي عايزين قطن رقبتهم. ومفيش دين بيتلمع عليه فلوس. عيب عيب، ده انتوا جدودنا السلف الصالح سابوا بيوتهم من اجل الدين وانتوا جايين تعملوا. يا اخي ده احنا بنحارب الحداديه والمداخله، ناقصاكم انتوا كمان؟ عايز تخش الدين خش بادب. وايه حكايه القنوات كل شويه تفتحوا لنا قنوات عشان ايه يعني؟ ما تروحوا تشوفوا لكم شغله محترمه وتشتغل. ولا انتوا فاتحين القنوات عشان العجل السرجة يلم من وراكم؟ ما شبعتش يا عجل؟ لسه تاني بتطلع لنا نسل من نسلك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمقى دي لحاجتين، لديني وللنساء. ولو النساء عندي اخطاوا اقول لهم انتوا اخطاتوا واعتذروا لله. ولما يكون في اعتذار لله ما حدش جاب لك حاجه حقك يا دكتوره. لا يا دكتوره، انت لا مؤاخذه كده استغلوكي، لا مؤاخذه كده استغلوك يا استاذه نهى في الفتنه، عشان في ناس انا عارفه ان هم اصحاب الفتنه الحقيقيين عايزين قنواتهم تشتهر. بس انا مش زيكم هقول مين ولا مين ولا هفتح بقي. اشتغلوا بادب، اعملوا حساب لدينكم اللي انتوا دخلتوه. يمكن تكونوا معذورين عشان ما حدش قال لكم ان ديننا بيحب الصدق، إن ديننا محترم يحترم النساء وأعراض النساء. وتقوم الدنيا وما تقعدش لو عرض امرأة جه. أما الشيوخ العرج اللي أول ما يهبوا يدبوا يجيبوا سيرة النساء، إيه القرف ده؟ دول المفترض يتشتموا وتتقفل قنواتهم، وده دور المتابعين
خلاص ما بقاش فيه رجولة. ديننا يا فكر حر والموقوس اللي اسمه رحومة ولا الأستاذ الإساف بيحترموا النساء، ولما تطلع تقول بيقولوا مراتي كذا، لا انت سمعت بقى مش عارفة من فين بالظبط، هما بيقولوا ترضى مراتك تبقى كده، فانت خدتها حلاوة في سلوانة وقعدت بقى تشدق عليها. والإسلام، الإسلام بيلفظ السيئين ويضم إليه الحلوين، فيا حلوين اعملوا زي الأجانب اللي بيخش الدين بيعزه والدين كمان بيعزه. لما بتدخلوا الإسلام وانت ويطلع واحد مش عارف يقرأ كلمتين على بعض في القرآن ويقرأ الآيات غلط ويقول لك احنا داعية، داعية ايه؟ داعية في قلبك انت وهو، طب تعرفيش تقرأ القرآن. المفترض الأجانب، أنا كنت محضرة فيديو أوريكوا الأجانب الغرب لما بيدخلوا الإسلام بيعملوا إيه، بيقعدوا يدرسوا بالخمس سبع سنين دينهم، ما بيفتحوش قنوات يوتيوب، بيروحوا يعملوا مراكز ويدرسوا ويدعوا الغرب للدين، مش بيلموا السبوبة دعوة وهو مش عارف يقرأ حرف في القرآن. طب دخلتهم الإسلام يا صلاة العيد، علمتهم إن شاء الله، ها؟ علمتهم إنك أنت تقعد وتجيب لها عريس وتجوزه لها، هو ده الدين؟ على رأي البنت ما بتصليش ولا حد بيصلي وقاعدين، هو ده؟ ويروحوا مش عارف إيه وتقربها وكان بيشرب خمرة، ده أنت أسئلت اللي أنت طلعت تمحلس له دلوقتي. تجننونا، انتوا موششين ومنافقين، انتوا فيكوا ايه؟ ما دي صوره سيئه يا عجل السرج، انت اللي قاعد دي صوره سيئه لدن، بس انت مش فارق معاك، انت كل اللي يفرق معاك روحوا قنواتكم ورزقكم. يا اخي اطمر رقبتك على صدرك عشان انت اللي سببت في البلاوي دي كلها. اما الشيخ ابو اسلام لما قال لكم كلمه الحق الواد يقول انا مش هسامحك، يا دي تعلم احترام الكبير، يالا تعلم احترام الكبير يا قليل الادب يا عديم الربايه. الا النساء يا اخي، ده القران، ده القران من احترامه للنساء منزل لها سوره باسمها، ده القرآن علمنا إن المرأة عرضها محدش يهوى بناحيته، مش نركنها عشان الدعوة، لا مفيش حاجة اسمها نركنها عشان الدعوة، يجيكوا دعوة في قلوبكم، عرض المرأة شرف. شوف يا تفضلوا. طيب حاجة، أنا قلت من البداية مش حابب بالذات هاي الحلقة أتكلم صراحة، بس أنا مش مشكلة حتكلم بثلاث أربع نقاط. يعني أول شيء، يعني موضوع أنا ما بدنا نشعل الأمور، إن شاء الله يغلق هذا الباب والناس انفضحت، المفروض اللي عنده عقل يفهم. يعني تهمة الفيديو، تسرب الفيديو، يا جماعة الفيديو سهل جدا، أي إنسان يأخذه من القناة، يأخذوا من البث من الحلقة ويحطوا. كيف سربت الفيديو وهم نازلين طعن فيها النصارى، طعن فيها بشكل كبير، كيف يعني؟ أي واحد. رقم اثنين، المتابعين أنا شفت يعني للأسف المتابعين جزء كبير منهم بطبلوا، يعني كأنه حزبين، إحنا مسلمين بس لا أحزاب، هذا بطبل فلان شيخ النجم يعني نجم الدعوة، والثاني بطبل للثاني. والسؤال اللي أنا والله متعجب له، أنا حضرت الحلقة أو حضرت حلقة المجموعة، يعني أنا شفت يعني واحد الفيديو اللي أنا شفته صادم جدا، ومش صادم إنه ما انصدمت من الشخص السيء، هذا الولد اللي بتنطط، هذا الولد اللي ما عنده حياء من الناس ولا خوف من رب العالمين، أنا صدمتي مش فيه، أنا صدمتي بالمتابعين. يعني أنت كيف يعني بتشوف واحد أول شيء طعن بالنساء بأكثر من وأكثر من سيدة، هاي واحد، وكلام عيب بيتقال. رقم اثنين، أنت كفرت
صاحبك كفرت واحد في الدعوة وقلت إنه هو ما أسلم وصليب وما صليب وطعنت بالزوجات. كل هذا الحكي والله أنا مش مستعجب من هذا الإنسان، الإنسان السيء ماشي، وهذا الإنسان قليل الأدب لأنه حتى أساء إلي لأنه ما بعرف احترام الكبير. أنا والله تعجبي للمتابعين، أنتوا شفتوا كل هاي البلاوي ولغاية الآن بتتابعوا؟ يعني إحنا حكم الشرع، حكم الشرع اللي بيرتكب كبيرة من الكبائر تسقط عدالته، هذا حكم الشرع. الطعن بالأعراض، الشتائم البذيئة هي من كبائر من الكبائر تسقط عدالته. يعني حكم الشرع رقم واحد، بالطعن يجلد ويعذر بالجلد. رقم اثنين تسقط عدالته، لا يؤخذ منه شهادة يا جماعة، يعني كل كلام المفروض ما ينسمع له. هذا يا إما نحتكم للدين إذا بنتكلم قناة دعوية أو نحتكم لشيء تاني. أنا اللي سأني في هذا المنبر شيء واحد، وهذا تكلمت برضو عن المداخل بالنسبة لنفس الشيء بسيئة للدعوة، أنه أنا يا هذا الطفل القليل الأدب، لو أنت طلعت معري نفسك من فوق مش لابس تيشيرت ولابس شورت وحزمت نفسك وطرق وسط وطعنت بالنساء، مشكلتي معك مش كبيرة، مش هداية كتير، بس أنا سائني أنه أنت فاتح قناة دعوية وملتحي، فهذا سائني أكتر. يعني أنه أنت بتشوه في الدين يا رجل، أنت ما عندك مخافة الله. اللي بيسلم جديد وبيشوف هاي الأمور بيرتد. فأنا صدمتي من المتابعين، كيف يعني أنت كيف بتسمحوا لهذا الشخص مهما كانت الأمور؟ إحنا قلنا لو ست حد ضربها في الشارع مش هنقول مين اللي بدأ. رقم واحد الأعراض، هذا ديننا. رقم عشرة كل الأمور الثانية بعدين. فكيف التطبيل يعني؟ أساس المشكلة بس عشان، ومش هدخل في التفاصيل لأنه أنا فقط بعرف معلومة من سنة ونص، مش هتكلم في التفاصيل. أساس المشكلة وحدة وواحد موجود، هذا الواحد موجود داخل العصابة والوحدة قاعدة وكأنها ملاك، سربت. صار في تسريب أكاذيب على الدكتورة مريم، أكاذيب، وكل الحكي اللي وصل لأختنا نهى السيد وصل لغيرها قبل تقريبا سنة ونص. الحقة بتقول قبل ثلاث سنين، أنا بقول اللي أنا متذكره من أحد القنوات من سنة أو سنة ونص. وأنا بعرف أنه الحقة منعت التسريب وهددت شخص واحد ووحدة، ممنوع هذا، اتق الله في الدكتور، هاي من أحسن القنوات. لكن للأسف هذا زمن الرويبضة، زمن الهلفيت، زمن الرأسين. أخيرا يعني شيء غريب والله، إحنا بنتكلم عن الشيخ أبو إسلام. الشيخ أبو إسلام يعتبر الشيخ الدعاء، هو الأقدم في الدعوة. هذا الشيخ يا جماعة أكبر عمرا وعنده خبرة. لما بشوف أغرار بتنطط الواحد منهم وبتكلم وما بيحترم الكبير، فمعناته أنت يا متابع لما تشوف واحد شخص زي هيك لو كان في الشارع تديله على وشه. أنا والله العظيم هاي الأخلاق غريبة عنا وعن مجتمعاتنا، فكيف المطبلين، كيف المتابعين أنتم متحملين؟ وين عقولكم؟ أنا مش هتكلم بشكل شخصي بس غصب عني، أنا بتذكر يعني في عندنا موظفين ماشي بشغل الخاص، كان من ضمنهم ناس أكبر مني في العمر 20 عام يعني أو 25. والله قسما بالله لما كان ممكن يتضايق وممكن يعلي صوته علي وأنا صاحب الشغل، والله العظيم قسما بالله كنت أسكت، حتى أولادي كانوا يستغربوا أقول لهم ولا ممكن، أكيد هو متضايق مش فاهم، أسكت. هذا كبير في العمر بيطلع لي واحد ابن مبارح بتنطط طعان ولغاية الآن في ناس بسمعوا له؟ وين عقولكم؟ وين دينكم؟ وين ضمائركم؟ حتقول مين اللي بدأ؟ طز فيكم كلكم. أنا مش سائل هذا بدأ ولا الثاني بدأ، أنا عندي شيء واحد، أولوية عندي ما تدخلوا في الطعن في الأعراض، سواء هاي الأخت أو الأخت الثانية ما تدخلوا تماما، رقم واحد. رقم عشرة مش اثنين وثلاثة، كل الأمور الثانية مش مهمة، مش أولويات. إذا ما عندكم دين أقلها يكون شوية مروءة
شوية رجولة. فأختنا نهى، أنا تكلمت يمكن كلامي عجبها يمكن ما عجبها، أنا لومتها إنه انحدرت وعزرتها، ويمكن لو أنا مكانها مع الغضب ممكن إنه غلطت زيها، كلنا خطائين. بس أنا زعلي لشيء واحد، أنا بحط بدون مجاملات الدكتورة، بحط أختنا نهى السيد رقم واحد أرقى قناة على الإطلاق. اللي بيفهم في القنوات بعرف إنه مجهودها بعد يوم ويومين عشان تطلع تلت ساعة، يكفي إنه أنا بسمع تسجيلات من آيات القرآن، يكفي ذلك. فأنا اللي هاي أختي في الإسلام، أختي عارفين شو أختي، أنا بزعل إنه نزلت وأجبروها إنه تنزل لهذا المستوى المنحط بسبب الدخول بالأعراض. المفروض أسمع، يعني أنا بديت كلامي إنه اثنين من أصحاب القنوات من كم من يوم اتكلموا علي، والله أشهد رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن أشهد الله على كذب كفر، إنكم كذابين والكلام اللي نحكى عني كذب. لكن بالرغم من هذا الكلام أنا مستائل، مش هرد وانزل بهذا المستوى يا أختنا نهى، ما بنزل لمستواهم، هدول مستوى متدني جدا قالوا اتكلموا خلاص. أنا طب معلش ممكن بس مقطع بسيطة ضروري استاذ رامي، لأن ضروري جدا. لا لا أنا مقطع خارج في الموضوع، بس أرجو من الأستاذ محمد إبراهيم والأستاذ خالد العقبي بس ما يعني بلاش أي تعليقات سلبية، يعني كان في تعليق سلبي من الأستاذ محمد إبراهيم فرد عليه الأستاذ خالد فأنا حذفت التعليقين، فيا ريت بس يعني ما نقولش تعليقات تضايق بعضها. اتفضل يا أستاذ لا انا عايز اتكلم بس اقول التعليق. معلش يا حاجه شوي، انا ما بعرف التعليق، هو محمد ابراهيم بيقول لماذا تتطاول على السيد مازن. انا مسامح يا محمد ابراهيم، انا مسامح الحق خالد واي انسان. تفضلي، ربنا شهيد طيب. علي يعني وربنا شايف الحق. تفضلي. طيب كنا عايزين نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب هما بيقولوا ان السيدة نهى هي اللي سربت الكلام ده للنصارى. طب خلينا ناخد كده، ان كان اللي بيتكلم مجنون فاللي بيستمع عاقل. طب ازاي وهم كلهم ما جابوش سيرة غير نهى السيد وبهدلوا الولية؟ انتوا اتسببتوا في بهدلة الست وبتلموها، معلش يا دكتورة، ان هي جابت سيرتك، مع ان انا او اتكلمت على عرضك واللي انت بتقوليه طبعا ما حصلش اكيد. طب لو هي مع الكنيسة ما جابولهاش عيالها ليه؟ خلاص. طيب اذا في كده احنا بنعقل الكلام. انا بنفسي سمعت اكتر واحدة اتبهدلت هي السيدة نهى السيد، فانتوا كلكم اتجمعتوا على بهدلة الست. حلو. طيب تعالوا على النقطة التانية بقى. بالنسبة ليك يا دكتورة، أقسم بالله ويمين هتحاسب عليه، إن أنا وقف أنا وحد تاني لو هو سمح لجيب سيرته هجيب، اتصدينا ليك كتير جدا في إن كان في ناس واللي انت ممكن تكون بتثق فيهم يعني كانوا عايزين ينكشوا في الموضوع ده كتير، واستغلوا ان الكنيسة كانت بتهاجمك وكانوا عايزين احنا كمان نطلع هم يقولوا رأيهم ويقولوا بلاوي واحنا رفضنا. اول حاجة حياتك الشخصية ملك ليك، ما حدش يتدخل فيها، لا انت ولا غيرك ولا غيرك ولا غيرك. احنا مالنا؟ اللي بيحاسب هو الله. طالما احنا شايفينك كويسة وماشية في الدعوة وده كان رأينا، مالناش في اللي بيتقال، اللي بيتقال ما يتخصناش، لان دلوقتي ممكن اللي بيقول ده عنده غيرة عنده حقد، انا امشي وراه ليه؟ انا شايفة اللي قدامي. فاذا معنى كده السيدة نهى السيد بريئة من ان هي اللي طلعت عليك الكلام ده، لا انا متأكدة الكلام ده جالها زي ما جالنا احنا قبل كده، جالنا من سنتين، من سنتين ونص جالنا ايام، هقول لك امارة، ايام ما كانت الكنيسة كانت بتهاجمك في الوقت ده كانوا عايزين يعملوا عليكي حملة، خلاص، من اللي انت ممكن تكوني كنت بتثقي فيهم واللي انت ممكن تكوني معاهم دلوقتي. فللأسف الشديد توضيح
لا انا عايزاكي تعتذري لها لانهم اخطاوا وكانوا كلهم اخطاوا وانت معاهم، او على الاقل انت ما اخطأتيش، بس الجماعه دول طالعين واخدينك في سكتهم وهم بيداروا عوراتهم، هم بيداروا عوراتهم. وللاسف الشديد لازم تحبي اختك في الاسلام. ليه؟ بلاش يا ستي، خلاص انجرحتي منها، كل واحد فيكم يبقى في حاله وتدعي لها بالتوفيق، وده غصب عنك وعنها، عشان التوفيق ده صالح دينك ودينها اللي انت بتحبوه. يا ترى كلامي وصل لكم ولا لا؟ اما انا بقولها للمره كذا مره، ان انت والاستاذه نهى يا دكتوره احسن ناس ماشيين في الدعوه، على الاقل ما بتعملوش سبوبه واضحه زي العالم دي. ان كنتوا بتعملوا باي باي في القناه بتاعتكم دي عادي، انما بقى عايزين له شقه وعايزين له عماره وعايزين له دكان وعايزين له نسقف السطح وعايزين مش عارف ايه، وصل اتسرق مني ايه، كل الناس بدوبت اتحرق وكل الهيصه دي. والعيب عليكم يا اللي بتدعموا وفلوسكم مش رايحه للي يستحقوها. وبعدين في نقطه بقى انا قلتها كذا مره وهقولها تاني، يا جماعة الداعية ممكن يخش اليوتيوب فعلا بيحب ربنا وعايز يعمل دعوة، بس لما بيتلاقي الفلوس في ايديه بتجري كده من غير ما يتعب فيها بتجيله فتنة. فانت يا داعم بتسبب ان هو يفتن في دينه، يا داعم انت بتعمل عاملة سودة، بتعمل عاملة سودة. امال ليه هم حابين اليوتيوب وعمالين ياكلوا في بعض دلوقتي ليه؟ ما بسبب العاملة السودة دي. أي قناة حتى باترون وحتى مش عارف إيه والحاجات البسيطة دي ماشي، أنا ما بعترضش عليها، لكن بقى نخش في تفاصيل زي التفاصيل اللي احنا شفناها ويبيعها ذهبها. إيه المروءة دي؟ طب أنت بيعتها ذهبها، قلت للناس إن أنا بيعتها ذهبها ولا لميت عليها الغلة؟ ما أنتوا ما تستعبطوناش يعني. فاحنا ديننا عزيز علينا ونطلع ندافع عنه من شوية الجراد المتطفلين وزعلانين ان الشيخ ابو اسلام بيقول لكم ما كانش عاجبكم اللي هيتقال وتحمد لنا او تحافظوا عليه او تبقوا صورة مثالية له، روحوا لكنائسكم تاني بلاها يعني، اذا كنت هتشوهوا الدين. اتفضل يا رامي لو عندك كلمة تقولها. لا هو حضرتك واستاذ مازن قلتوا كل الحاجة، فأنا ما عنديش غير إنه يعني المفترض إن إذا كان شخص داعية لله يدعو إلى سبيل الله ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. بس فالمظاهر اللي بنشوفها دلوقتي لا هي حكمة ولا هي موعظة حسنة. بس لا يعني أنا ما عنديش أكتر من كده، وربنا يبارك لك ويحفظك. لو في تعليق اخير من حضرتك او من استاذ مازن اتفضل. انا لا تعليق. انا لو هسمع صوت اي واحد فيهم وانا بتابع كل اليوتيوب يا ويله يا سواد ليله مني، مش هرحمه، هركن المداخله والحداديه على جنب وهمسكهم هم. اهو انا بقول اهو، لما يتعلموا الادب الشيوخ اللي بيستحلوا اعراض النساء يتلموا، بلاش كده وكستونا وخليتوا الناس تشاور علينا، وترجع تقولوا ما تخلوش النزارة يشمتوا فينا، ما انتوا الموكوسين، انتوا اللي بتشمتوهم فينا بقلة ادبكم. دي اخر كلمة، اتفضلوا. اختم استاذنا رامي، وما تنسى دائما الدعاء لاهلنا. تفضل استاذ رامي. طيب شكرا جزيلا. برضو اختنا نهى، يعني اختنا استاذه نهى برضو شرفتينا، بتنور القناه، وان شاء الله يوم الثلاثاء حيكون موعدنا مع بعض، حيكون امور مختلفه، ما في حيكون الكلام حيكون شيء مختلف يعني. ونورت اختنا نهى السيد. طيب اختم. هي نورت القناه في تشريفها، ولو هي عايزه تضيف، ولو اي كلب فتح بقه والله ما هسيب ولا هرحمه. اتفضل. ماشي، ربنا يديك الصحه يا امي. تحياتي لكل الاساتذه اللي شرفونا النهارده،
يا ريت يا جماعه ما تنسوش شير ولايك للحلقه لو المحتوى عجبكم، وما تنسوش التعليقات تحت الفيديو لان ده بيرفع القناه. ويا ريت برضه ما تنسوش الدعاء لاخواننا في فلسطين وفي السودان وفي كل ارض المسلمين. ما تنسوش المقاطعه لانها ابسط سلاح نقدر نواجه بيه عدونا. وشكرا جزيلا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.